التكبير. يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو 13 من شهر ذي الحجة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وصفته أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات، إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. ذبح الأضحية. ويكون ذلك بعد صلاة العيد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. رواه البخاري ومسلم. ووقت الذبح 4 أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: